أنا محمد، أعمل مدرس بأحد مدارس بلدنا، متزوج وأبلغ من العمر 30 عاما، أعيش بخير والحمد لله. بعد التعريف بنفسي، إليكم قصة بلدنا ربما تكون عبرة للبعض أو مرعبة للبعض الآخر، أو ربما يفهمها البعض على أنها من خيال الكاتب، ولكل شخص الحرية في فهم القصة حسب ما يرى من وجهة نظري. الذي قام بكتابة القصة هو صديقي فوزي، وقد أعطاني هذه المذكرات. الآن أحكي لكم القصة من مذكراتي. سلام الله عليكم، اسمي فوزي، متزوج وأعمل في أحد شركات الصرافة. كان لي 3 أصدقاء، محمد ومصطفى وهشام، كنا مثل الإخوة، نتبادل الزيارات فيما بيننا، تدور بيننا الحكايات في مواضيع مختلفة، إلى أن دار بيننا موضوع كان بداية المشاكل والتي حدثت لنا. باختصار شديد، كان طمعا في الثراء الموهوم، وبوضوح قررنا البحث عن الآثار كما يبحث الجهل من الناس، إما في الصحراء أو في بيوتهم. شغلت هذه الفكرة تفكيرنا طوال الوقت، جلسنا نحلم بالثراء، قلنا نشتري مصانع وشركات، وآخر يقول نبني فنادق سياحية ونصبح أصحاب أملاك ورجال أعمال. قال لنا مصطفى: ولكن أين نبحث عن الآثار والكنوز؟ فقلت له: لو بحثنا في بيتي يكون أفضل. ليرد هشام علينا قائلا: ولماذا نبحث في بيتك؟ فقلت له: لو بحثنا في الصحراء ربما قبضت علينا الشرطة، لأننا كما تعلم غير مفوضين من الجهات المعنية بالتنقيب عن الآثار. أضف إلى ذلك ربما خرج علينا قطاع الطرق وحدثت مواجهات نحن في غنى عنها، وأيضا إن بيتي يعتبر في الصحراء، فكما تعلم أن هذه المنطقة قليلة المساكن، وبيتي واسع لا يتأثر بالحفر، فنغلق علينا بابنا ونحفر كما نشاء. وبالفعل وافق مصطفى وهشام. ثم أخبرنا محمد عن ماذا به ولماذا لا يشاركنا. قال لنا: أولا، كيف تعلمون أن بيتك أو غيره يحتوي على آثار؟ وأنتم تعلمون أن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث ودراسة عميقة، ويحتاج أجهزة ومعدات لا تتوفر لكم. ثانيا، ما هي العلامات والتي تعرفون منها بوجود الآثار في منطقة معينة؟ فرد مصطفى وهشام قائلين: كفاك كفاك يا محمد تفلسف. ثم قال هشام: ماذا رأيك يا فوزي؟ فقلت له: صحيح كلامك هشام، محمد يصعب علينا الموضوع تقريبا، هو رجل بخيل وخائف على مالي، أعتقد أنه سينسحب من الموضوع. فقال لنا محمد: ليست المشكلة في المال، لكن المشكلة هي أن السير في هذا الموضوع خطأ كبير. ليرد مصطفى: المهم كيف نبدأ العمل؟ فقلت له: أنا سوف أقول لأبي، فإنه يعرف بعض المشايخ
والذين لهم خبرة بهذا الموضوع. رد علينا محمد: من هنا ستبدأ المشاكل. فقلنا له: من فضلك يا محمد، ابتعد عن هذا الموضوع. وبالفعل ذهب محمد وهو يقول لنا: إذا رجعتم بالسلامة دون كنوز يكون هذا إنجازا عظيما. ثم تركنا وخرج محمد من البيت. بعد ذلك أخبرت والدي بما اتفقنا عليه. رحب بالفكرة. قل: سأذهب إلى الشيخ قاسم فإنه خبير بهذا المجال. وبالفعل أخبر والدي الشيخ قاسم بالموضوع. قال له أن هذا موضوع سهل جدا. فذهبنا إلى بيتي، ثم طلب الشيخ بخور وزعفران وعين قطة بشرط أن تنزع عين القطة وهي حية. ثم قال لنا: لا تحفروا إلا بعد أن أطلب منكم الحفر. ثم قال: يجب أولا أن نحدد مكان الآثار إن كانت موجودة، ومكان الحفر وعمق الحفرة. من فضلكم انصرفوا من البيت الآن واتركوني وحدي حتى أستطيع معرفة المكان والعمق ونوع الآثار. فقلت لأبي: لماذا يا أبي يأمرنا بالخروج من البيت؟ قال لي أبي: حتى يا ولدي يستطيع التركيز، لا تخف، فإن جلسات التحضير تحتاج لذلك. سمعت كلام أبي وخرجنا من البيت وسكتنا. فلما سكتنا سمعنا صوت قطط. نظرت من خلف الباب، وقعت عيني على الشيخ، فرأيت منظر غريب جدا. رأيت الشيخ وضعا عين القطة التي أحضرناها على عينه. كانت شفتاه تتحرك وكأنه يتكلم، لكن الصوت الذي يخرج منه كان صوت قطط، القطط الذي كنا نسمعه. ثم نظرت إلى ناحية أخرى من البيت، فرأيت منظرا أعجب من العجب. رأيت الدخان الذي يخرج من البخور يتشكل على شكل قطط كثيرة. سألت أبي: ماذا يا أبي؟ رد علي قائلا: انتظر يا فوزي، لا تستعجل، الشيخ أدرى بما يفعل. ثم عودت النظر إلى البيت، فرأيت الشيخ قد أخرج كتابا قديما جدا، قد تمزق ورقه، جلس يقرأ، وكلما يقرأ كلمة من هذا الكلام الغريب يتجمع دخان المتشكل بشكل القطط. وما فهمت من هذا الكلام إلا كلمة واحدة، كان يقول: يا بني سمندو. لقد تجمعت الأشكال حتى غطت الشيخ بالكامل. بعد ذلك خرج علينا الشيخ وهو يقول: مبروك لكم، لقد وجدت كنوز وآثار تكفي بلدكم بالكامل. يجب أن يكون الحفر على شكل نفق تحت الأرض. يجب أن يكون الحفر في هذا الشهر بالتحديد. فشكرناه وقلنا له: جزاك الله خيرا. وفي الحال جهزنا الحفارات والرجال وبدأ الحفر. في يوم واحد
كنا قد حفرنا النفق 27 مترا تقريبا كما قال الشيخ، ثم هجم علينا الليل فنمنا، لكن عندما نمنا رأينا أحلاما غريبة. أما أنا فقد رأيت ثلاثة أبواب. الباب الأول كان مكتوب عليه هذا باب الذهب، أما الباب الثاني كان مكتوب عليه باب الموت، الباب الثالث كان مكتوب عليه باب قبيلة بني سمندو. فقمت بفتح باب الذهب فرأيت قطة كبيرة جدا كان يخرج منها أصوات غريبة ومرعبة، حجم القطة الواحدة مثل حجم الثور. وعندما فتحت الباب هجموا علي، رفعوني فوق ظهورهم، زاد الصوت المرعب وما زالت القطط تجري وأنا فوق ظهورهم إلى أن وصلوا بي إلى باب أسود كبير جدا. فتح الباب خرجت منه امرأة طويلة جدا، عينها حمر كأنها قطعة لهب تشتعل، ثم قالت للقطط: أنزلوه من الأرض، أنزلوه. فأنزلوني برفق ثم قبلوا يديها فأشارت إليهم فتركوني معها وخرجوا. حملتني وكأنها تحمل طفلا صغيرا، ثم وضعتني على سرير وقالت بصوت مرعب: يا فوزي، لماذا أتيت إلى هنا؟ وضربتني بيدها وكأنها رمت علي جمرة من نار. قلت لها: ارحميني، ارحميني. لم ترد علي بكلمة، ثم أشارت بيدها فخرجت من جدران البيت أشكال مرعبة. اقتربت مني هذه الأشكال، بعد أن اقتربت عرفت أنها ثعابين ضخمة. كلمتهم بكلام غير مفهوم، تجمعوا علي وحملوني ثم علقوني في الجدار، ثم أمرتهم بعضي. كل عضة منهم كانت مثل النار في جسدي. حاولت أن أصرخ لكن صوتي تحول إلى صوت مرعب لدرجة أنني خفت من صوتي أكثر من خوفي من الثعابين، جعلتني أبكي دون صوت. لما نزلت دموعي على خدي علمت أنها تحولت إلى دماء. سكت من شدة الرعب، نظرت إلى الجدار فرأيت مكتوب عليه بداية العقاب، وفجأة اختفت كل المناظر المرعبة، لكن لم يستمر الحال طويلا. في أقل من ثانية تحول المشهد لأجد نفسي أمام حفرة كبيرة تشتعل نارا. كانت المرأة التي رأيتها في المشهد الأول واقفة أمام الحفرة تشير بيدها إلى النار، وفي الحال خرجت من النار أجسام ضخمة سوداء لم يظهر منها شيء غير أنها كتلة سواد. جلسوا تحت قدم المرأة، كلموها وكأنهم يقدمون لها التحية. قالت لهم: عليكم بهذا. فضربوني ضربا شديدا ثم أخرجوا تابوتا، وهنا كانت المفاجأة. رأيت اسمي مكتوب على التابوت. فتحوا التابوت، كان كله ثعابين وعقارب وكلها من نار. أشارت إليهم فسكتوا، ثم قالت: هذا جيش من قوتنا في تابوت واحد، وهو أضعف جيش في عسكر بني سمندو. عندها استيقظت من النوم
عندما استيقظت أحسست بألم شديد، فقمت وذهبت إلى مكان الحفر. قابلت مصطفى وهشام وأبي والشيخ قاسم والرجال كلهم. لم يظهر على أي أحد منهم شيء غريب. واصل الرجال الحفر بنشاط حتى دخل علينا الليل. تقابلنا أنا ومصطفى وهشام، تجمعنا نحن الثلاثة. كنا ليس بيننا أي غريب، نحن أصحاب الفكرة. قلت لهم: هل لاحظ أحدكم شيء غير طبيعي؟ رد هشام علي وقال: أما في اليقظة فلا، أما في النوم لقد رأيت حلما غريبا جدا. قال مصطفى لهشام: احكي يا هشام. فبدأ هشام يحكي: لقد نمت في الليلة الماضية، رأيت نفسي أمشي في نفق كبير جدا، الدنيا من حولي الظلام، لم ترى عيني ظلام مثله. فجأة خرجت وسط كل هذا الظلام امرأة طويلة جدا، عيناها مرعبة وكأنها شعلة من النار، كانت تجري خلفي وأنا أجري بسرعة حتى لحقتني، فحملتني وأدخلتني في تابوت كبير، وضعت التابوت في حفرة كبيرة جدا، ثم أغلقت باب الحفرة، ثم سمعت أصوات جري أقدام وضجيج وأصوات مرعبة. تقدموا كلهم ناحية التابوت وفتحوه وأخرجوني. رأيت ناس متفحمين بالكامل وكأنهم خرجوا من حريق، تجمعوا حولي وحملوني، كانت أيديهم كأنها نار تحرق جسدي. دخلوا بي على رجل ضخم الجسد له أصابع مدببة مثل الشوك، ناداني باسمي، فقلت له: كيف عرفت اسمي؟ فأدخل أصابعه في ذراعي، جرحني، فسال الدم على التابوت وكتب بالدم اسمي عليه، ثم كتب على التابوت بجانب اسمي الإنذار الثاني. لم أفهم ما يريد. جرحني مرة ثانية وكتب على التابوت إنذار من ملك بني سمندو، ثم علقني في الجدار، فرأيت ثعابين ضخمة تلتف حول قدمي. صرخت فضربني هو، ثم رأيت وكأن نارا عظيمة هبت فأحرقت البلد بكامله. قمت من النوم مفزوعا، ذهبت إليكم وحفرنا كما ترى، أعتقد أنه كان كابوس لأكثر. فقلت له: يا هشام، أنا أيضا رأيت كابوسا. وحكيت لهم ما رأيته. ثم سألنا مصطفى: هل أنت أيضا يا مصطفى رأيت كابوسا مثلنا؟ رد علينا مصطفى قائلا: نعم، رأيت أني في بيت كبير، وجدران البيت كلها سوداء ليس لها باب. فجأة خرجت من إحدى غرف البيت امرأة طويلة شكلها مرعب، على رأسها تاج من ذهب. فلما نظرت إلي صرخت بأعلى صوتها، فرأيت أشباحا كثيرة تقدمت إلي وحملتني. أخذت تجري بسرعة حتى دخلوا بي إلى قصر كبير. رأيت رجلا ضخما أشار إليهم
فدخلوا بي، ثم أشار إليهم ثانية فوضعوني في الأرض. ثم جاءت المرأة التي أخبرتكم عنها، ثم بكت وقبلت رأس الرجل وقالت له: أنقز مملكتك. فنظر إلي الرجل ثم قال بصوت مرعب: يا مصطفى، لماذا أتيت إلى هنا؟ فقلت له: لا أدري. فرد علي بصوت غليظ مرعب اهتزت منه جدران القصر: ستعرف، ولا تلم إلا نفسك. فقلت له: من فضلك أخرجني من هنا. فقامت المرأة وحملتني ثم وضعتني أمام الملك، فقال: هل تعرف مكانك؟ لم أنطق بكلمة واحدة لأني رأيت منظر قمة في الرعب. رأيت تحت عرش الملك حفرة كبيرة مليئة بجماجم ورؤوس البشر ودم يغلي وكأنه على نار. قال للملك: إن هذا مكانك. ثم حملتني المرأة ودخلت بي في مكان يشبه السرداب، وفجأة أتت قطط وثعابين كبيرة وتجمعت حولي. ثم تقدم إلي رجل طويل جدا نحيف له أظافر طويلة تشبه السيف، جرحني ثم كتب اسمي على تابوت، وكتب بجانب اسمي الإنذار الثالث. ثم حملتني القطط والثعابين ورمتني في الحفرة. قمت من النوم بسلام وانتهى هذا الكابوس. حينها وقفت وسألت هشام ومصطفى: حسنا، ماذا تقولون فيما رأيناه؟ فرد علي مصطفى قائلا: لابد أن نسأل الشيخ فإنه أدرى بما حدث. ثم ذهب كل منا إلى بيته. لما دخلت البيت قالت لي زوجتي: لقد رأيت منظرا غريبا جدا. أخبريني به. لقد كنت في المطبخ وفتحت الحنفية فنزلت منها نار كتبت في الحوض الإنذار الرابع، ثم نزل منها الماء بشكل طبيعي. بعد ذلك اتصل به هشام، قال لي: يا فوزي، لقد حدث شيء غريب. ما هو يا هشام؟ كل الجدران في البيت عندي مكتوب عليها الموعد بعد 20 يوما. حاولت مسح هذا الكلام لكن كلما مسحته يرجع مكتوبا كما هو. خافت زوجتي وقالت أن هذا شيء غريب. بعد ذلك أخبرت هشام أيضا بما حدث عندي في البيت، فقال لي: لابد أن نخبر الشيخ قاسم. وبعد لحظات اتصل بي مصطفى أيضا، قال لي: يا فوزي، لقد حدث في بيتي أمر غريب جدا. أخبرني أخبرني يا مصطفى، ماذا حدث؟ لقد اتصل بنا شخص غريب، فردت عليه زوجتي فقال بصوت مرعب: قول للمصطفى ان الانذار الخامس من الملك شاه جور ملك بني سمندو. فقالت له زوجتي: من انت؟ قال لها:
ستعرفين في الوقت المناسب. ثم نظرت إلى الرقم فكان مكتوب مكانه الإنذار. حاولت الاتصال به فرد علي وقال: لا تستعجل، فموعدك الليلة. لما دخل علينا الليل وجدت بقعة سوداء كبيرة في جدار المطبخ، كان مكتوب عليها: انتظر العقاب. بعد ذلك التقيت أنا وهشام ومصطفى، ذهبنا إلى الشيخ قاسم وأخبرناه بما حدث بالكامل. قال لنا: إن هذا شيء طبيعي، فإننا أزعجناهم ودخلنا في مملكتهم. يا فوزي، إن أبوك صاحب الإنذار الأول. فقلت له: ومن قال لك ذلك؟ إن أبوك أخبرني بذلك. ثم قال: لا تخافوا من بني سمندو وملكهم. وفي الصباح بدأ الحفر. قال لنا الشيخ ونحن نحفر: هل رأيتم حجارة حمراء؟ قلنا له: نعم. فقال: حسنا، كفاكم حفرا. يا فوزي، لابد أن تنزل إلى الحفرة بنفسك لأنك صاحب البيت. ولماذا أنا؟ لأن حارس الكنوز يريد أن يرى صاحب البيت فيعطيه مفتاح الكنوز. ثم لا تنسى الفداء. فقلت له: الفداء؟ ولماذا؟ وما نوع هذا الفداء؟ قال لي: لابد من الفداء، وهو قطة سوداء تأخذها فتذبحها عند الحجارة الحمراء، ودمها يسيل فوق الحجارة. لا تخف من الأصوات المرعبة والتي سوف تسمعها. بعد ذلك ستجد كلبا يأخذ القطة ويأكلها، ثم يخرج من تحت الحجارة دخان أحمر. لا تفعل شيء إلا بعد انتهاء الدخان، ثم سيظهر لك باب أحمر كبير. افتح الباب وادخل. إن رأيت ألواح ذهب وتوابيت فنادي علينا. فأخذت قطة سوداء ونزلت بها إلى الحفرة كما قال الشيخ. وقفت بجانب الحجارة الحمراء، ثم أخرجت السكين ووضعت القطة على الحجارة. أحسست بالخوف. خرج من القطة صوت مرعب وكأنه صوت قطط كثيرة. ثم سمعت الشيخ يقول وبصوت مرتفع: اذبح اذبح يا فوزي. ذبحت القطة، سال دمها على الحجارة، ثم رأيت منظرا غريبا جدا. كان رأس القطة يطير في كل مكان في النفق. فجأة ظهر كلب كبير وأكل القطة. كان يخرج منه أصوات مرعبة. نظرت إلى الحجارة الحمراء فرأيت فيها حفرة كبيرة. عرفت أن الكلب قد خرج منها. ثم وقع رأس القطة في الحفرة والتي خرج منها الكلب. بعد ذلك دخل الكلب هو أيضا في الحفرة. ثم خرج من الحفرة دخان أحمر كثير غطى المكان بالكامل. كنت أرى في هذا الدخان أشكال كثيرة وغريبة ومرعبة. باختصار شديد رأيت جميع الكوابيس التي رأيناها.
ثم سمعت صوت الشيخ من الآلة يقول: يا فوزي، لا تتحرك من مكانك. ثم اكتمل الرعب بالأصوات التي سمعتها. بعد كلام الشيخ لي سمعت صوت الصراخ وجري أقدام وصوت ناس وكأنهم في النار. طال الحال على هذا، فقلت للشيخ: يا شيخ، متى سينتهي هذا الرعب؟ لم ينطق بكلمة. جلست في هذا الحال 5 ساعات حتى سمعت من وسط هذا الرعب صوت يقول لي: دعونا نرى هذا السارق والذي يريد أخذ كنوزنا. ثم سكت الصوت المرعب وزاد الهدوء التام المكان. غاب الدخان الأحمر. رأيت بابا أحمر كبير. قال للشيخ من الأعلى: افتح الباب يا فوزي. فتحت الباب فرأيت توابيت من ذهب وألواح كبيرة كلها من ذهب. فناديت الشيخ قاسم والرجال فدخلوا الحفرة، فرحوا وقالوا: مبروك يا فوزي. قال أبي والشيخ: الكنوز لأهل البلد كلهم، لأنهم ساعدونا واشتركوا معنا في تكاليف الحفر. ثم قلنا لأنفسنا بأننا لا نعرف قيمة تلك الألواح ونوع هذه الكنوز حتى نبيعها بسعر محترم. قررنا السفر إلى أحد خبراء الآثار. هذا الرجل كان يعرفنا ونعرفه، فاتصلنا به وأخبرناه بما حدث بالكامل. قال بأنه في انتظارنا. وضعنا الآثار في السيارة وانطلقنا بها إليه. قبل أن نخرج من البلد اتصل الشيخ وقال: يا فوزي، ارجع وحدك حتى تكون معي في إكمال الحفر. فتركت الرجال ورجعت للشيخ، وأكمل بقية الرجال طريقهم إلى خبير الآثار. بعد أن وصلت إلى مكان الحفر اتصل علينا الرجال والذين كانوا قد ذهبوا لخبير الآثار. قالوا لي: يا فوزي، إن السيارة تسير وحدها بسرعة غير معقولة، تدخل في طرق غريبة لا نعرفها، وكلما حاولنا توجيهها إلى الطريق الصحيح تنحرف. حاولنا إيقافها بكل الطرق لم تتوقف. ثم سمعت في المكالمة أصوات مرعبة جدا خرجت من هؤلاء الناس. فقلت للإمام معي: تعالوا لنذهب إليهم ونرى ما الذي حدث لهم. ركبنا السيارات وانطلقنا إليهم. لم نجدهم ولم نجد السيارة. بحثنا عنهم في كل مكان، لم نجد منهم أحدا حيا أو ميتا. قال واحد منا: وربما أنهم رجعوا إلى البلد. فاتصل هذا الرجل بوالدي، فرد عليه والدي وهو يبكي. قال له: أعطني فوزي. فأعطاني الرجل الهاتف. قال لي والدي وهو يبكي: يا فوزي، ارجعوا ارجعوا فورا، إن الجماعة وصلوا. ثم أغلق المكالمة. لكني سمعت في أثناء المكالمة أصوات بكاء عند أبي. عرفت أنهم في مصيبة. فرجعت على الفور ومع الرجال. لما وصلنا إلى البلد وجدت أبي والشيخ قاسم ومعهم مصطفى وهشام وأهل البلد كلهم قد تجمعوا حول الحفرة. فسألتهم ما الذي حدث. قالوا لي:
بعد أن ذهبت أنت والرجال للبحث عن السيارة والناس الذين كانوا فيها، رأينا في الليل منظر غريب جدا. رأينا السيارة تطير في الجو كأنها قطعة ورق تطير في الهواء وبسرعة شديدة، ثم نزلت في الحفرة برفق وهدوء، ولم يخرج منها إلا السائق ومعه مفتاح تشغيل السيارة. والعجيب أن باب السيارة فتح وحده، وكأن واحدا من الناس رمى الرجل من السيارة. ثم حاولنا أن ننزل في الحفرة ونخرج السيارة والناس كلها معنا، لكن الحفرة كلما اقتربنا منها تختفي وكأنها أرض مستوية. ومن وقتها ونحن على هذا الحال كما ترى. فنظرت إلى الحفرة وقلت لهم: لكنني أرى الحفرة وهي لم تختفي. فقال لي أبي: حسنا، تقدم ناحية الحفرة. فتقدمت ناحية الحفرة فاختفت بالفعل. فقلت للشيخ قاسم: حسنا يا شيخ، وما الحل؟ فقال لي: سوف نستعمل نوع معين من كتب التحضير. ثم أشار إلى أحد الرجال وقال له: كيف أخرجت لك الآثار؟ فقال الرجل: صحيح، لقد استعملت كتب التحضير حينما طلبناها من خارج البلاد. لم يعجبني هذا الكلام، لكن جميع الحضور قالوا بأن كلام الشيخ والحاج حسني صحيح. ثم قال أبي: يا فوزي، الحاج حسني من أغنى رجال البلد. لكن اعترضت، فصار علي أهل البلد وشتموني وعنفوني بسبب اعتراضي. قالوا لي: يا فوزي، إذا لم تسكت أخرجناك من بيتك. قال لي مصطفى وهشام: يا فوزي، إنك رأيت الكنوز التي في بيتك، إنها تغني العالم كله، الموضوع يحتاج إلى صبر. فقلت لهم: لكن أين الرجل الذي خرج من السيارة؟ قالوا لي بأنه فاقد للوعي وأنهم في انتظاري حتى يفيق. بعد دقائق أفاق الرجل من غيبوبته. اجتمع عليه الناس، سألوه ليخبرهم ما الذي حدث، فقال: بعد أن خرجنا بالسيارة وكنا على قرب من البلد، كنت أريد توجيه السيارة إلى طريق الرجل الذي نريد أن نذهب إليه، لكن السيارة كانت تسير بسرعة غير معقولة. حاولت توقيفها لم تتوقف. قمت من مكاني، جلست مع الرجال من الرعب، لكن السيارة كانت مستمرة في سرعتها الجنونية. حاولنا فتح الأبواب فلم تفتح، حاولنا كسر السجاج فلم يكسر، وفي لحظة تعرقت ألواح الذهب الأثرية وتبدلت النقوش التي عليها إلى وجوه ناس تنظر إلينا نظرة غضب وشر. كتب على باب السيارة: موعدكم الآن. ثم كتب على الباب الثاني: خذوهم إلى سجن تحت الأرض. كل هذا يحدث والسيارة كانت ما زالت تسير بسرعة جنونية. ثم نظرنا من نوافذ السيارة فرأيناها تدخل في كهفة تحت الأرض، وفي لحظة ارتفعت حرارة السيارة، ثم
خرجت من الآثار والألواح التي معنا أصواتا مرعبة، ثم تحولت الألواح والآثار التي معنا إلى أشكال تشبه الكروت لكنها ضخمة بشكل مرعب، في عيونها نظرات غضب. وفي لحظة توقفت السيارة، ثم تكلموا بكلام غير مفهوم، ثم فتحت أبواب السيارة، خرجوا منها. حاولنا الخروج معهم لكننا اكتشفنا أن السيارة معلقة في الهواء، معلقة بين السماء والأرض. بعد عدة دقائق رأينا ناس لهم وجوه كلها شعر أسود كثير غطى جسدهم بالكامل، لم يظهر منهم إلا عيونهم. جاءوا إلينا، حملوا السيارة بمن فيها، دخلوا بها قصر كبير. ثم رأينا في القصر امرأة طويلة جدا، كلمت من كانوا يحملون السيارة بكلام غير مفهوم، وضعونا بسيارتنا في الأرض أمامها، ثم فتحت باب السيارة وأخرجتنا. وكلما حملت واحد منا يصرخ من شدة الألم لأن يدها كانت عبارة عن نار تحرقنا. ذهبت بنا إلى رجل ضخم الجسد طويل القامة، قال بصوت مرعب: لماذا جئتم عندنا وسرقتم كنوزنا؟ حاولنا أن نرد عليه لكن أصابنا الشلل من شدة المنظر المرعب والذي رأيناه. لكن هذا الرجل أشار بيده إلى باب، فخرجت منه قطط وثعابين كبيرة كلها من نار. ثم قال للأشكال التي خرجت من الألواح والآثار التي معنا: احملوهم إلى السجن. حملونا إلى هذا المكان والذي خرجت منه الثعابين والقطط، ثم قال لي: أنت رجل غريب عن هذه البلد. فخفت جدا، ثم قال بصوت هادئ: لا تخف. ثم تحول وجهه إلى وجه جميل مبتسم، قال لي: أنت غريب عنه. فقلت له: نعم. قال لي: حسنا، لك الأمان، لكن لو رجعت إليهم لا تلم إلا نفسك، وأخبر أهل البلد وخاصة مصطفى وهشام وفوزي والكذاب قاسم بما حدث بالكامل، وقل لهم موعدكم مع الملك شاه جور بعد 10 أيام. ثم حملني برفق وقال لي: ماذا ترى؟ رأيت منظرا مرعبا، رأيت الرجال الذين كانوا معي كانوا مربوطين بسلاسل ضخمة، وكل واحد على رأسه ثعبان ينهش فيه وهم يصرخون. وفي لحظة اشتعلت جميع السلاسل، احرقت ذراع كل واحد منهم. خفت، بكيت. قال للملك: لا تخف، إني أعطيتك الأمان، فنحن قوم لا نغدر. ثم نادى عليهم
فمشوا على بطونهم حتى وصلوا إليه، ثم فك منهم السلاسل، أمسك برأس كل واحد فأكله، ثم دخلت زوجته فضربت بيدها في صدور الرجال فأخرجت قلوبهم وأكلتها. وفي لحظة حضر عدد كبير من الأشكال المرعبة فأكلوا معهم ووضعوا باقي عظامهم في السيارة. ثم قال للملك: سوف تخرج من عندنا في الحال، ولكن لا تنسى، لا تنسى أن تخبر الكذاب قاسم وجماعته بما حدث بالكامل، وهذه العظام وبقية طعامنا دليل على صحة كلامك. أخرجها من سيارتك أمام عيونهم واذهب قبل الليل إلى بلدك. ثم قال لجنوده: أخرجوه معززا مكرم. فحملوني وأدخلوني في السيارة، فطارت السيارة حتى وصلت بي إليكم. فسألناه: أين السيارة؟ قال لنا بأنها في الحفرة، فتقدمنا ناحية الحفرة فاختفت. فقلنا له: اذهب إليها واخرج سيارتك. فذهب الرجل ففتحت الحفرة، فنزلنا معه وأخرجنا السيارة. رأينا منظرا مرعبا، كان فيها جماجم وبقايا عظام ولحم مقطع في كل مكان. العجيب أننا وجدنا ملابس الرجال وما كان في جيوبهم من أموال وبطاقات شخصية وهواتفهم. وجدنا كل ذلك في الحفرة وكأنهم نسوه فيها. من المدهش أننا وجدنا عبارات غريبة على البطاقات لم نفهمها، عبارات أخرى فهمناها. لقد كتب في محل الإقامة وفي جميع البطاقات سرداب الموت. الأشد من ذلك أن جميع صور الوجوه على البطاقات تحولت إلى أشكال مرعبة كما وصف لنا سائق السيارة. فلما رأى الرجل هذا المنظر ركب سيارته وذهب إلى بلدته. قلنا للشيخ: يا شيخ، ماذا وكيف نعمل؟ فقال لنا الشيخ: إن الكتب التي طلبتها على وشك الوصول، إنها ستدمرهم. فقال أحد الحاضرين: لابد أن ننتقم منهم ومن ملكهم، لأنهم قتلوا رجالا منا. قال الشيخ قاسم: إن هذا ما نريده. ثم بحثنا في هواتفهم فرأينا أغرب شيء يمكن أن تصوره. رأينا جميع ما أخبرنا به صاحب السيارة مصور بالفيديو، وكأن أحدا قام بتصوير هذا الفيلم. أصابنا رعب شديد من شدة ما رأينا، ووضعنا جميع الهواتف في الحفرة وخرجنا. لما رجع كل واحد منا إلى بيته بدأت المشاكل. أما أنا فحدث في بيتي شيء غريب جدا، كانت تخرج من جدران المطبخ نار بشكل غريب، كانت تتشكل بأشكال وجوه مرعبة تنظر إلي، والغريب أنه لا يراها أحد من أهل بيتي. قلت لزوجتي: هل رأيت النار التي تخرج من جدران المطبخ؟ قالت لي: يا فوزي، هل أصابك الجنون من الحفر؟ كذب الدجال الملعون قاسم عليك.
إن المطبخ سليم ولم أرى فيه أي نار. ثم سمعت صوت من ورائي يقول: يا فوزي، أنت الذي سترى الجحيم بعينك. فقلت لزوجتي: هل سمعت الصوت؟ قالت لي: لابد أن تعلم أنني معترضة على هذا الموضوع من بدايته، وأفكر أيضا في الرجوع إلى بلدي لأن بلدكم مهددة، سوف تحاصرها جيوش من الجن لا أول لهم ولا آخر. فقلت لها: ومن قال لك ذلك؟ قالت لي: بكل سهولة، خذ هذا الكتاب وسوف تعرف كل شيء. ثم أخرجت من تحت الثلاجة كتاب وأعطته إلي. لما نظرت إليه أصابني رعب شديد من منظره، لقد كان مصنوعا من جلد إنسان، كان مكتوبا بالدم، عليه الرسوم وصور لناس محترقة. الأغرب من ذلك كله هو اسم الكتاب، كان اسمه سرداب الموت. لما فتحت الكتاب رأيت فيه صور لبلدنا وهي معترقة بالكامل، وعلى كل صورة اسم الدجال قاسم. تابعت النظر في الكتاب فقرأت أغرب كلام كان مكتوبا: إليكم بعض ما في هذا الكتاب. في أول صفحة كان مكتوب: إذا رأيت هذا الكتاب فهذا يدل على بداية الانتقام الكبير والذي سيحل بمن وجد الكتاب وببلده بكامل أهلها، لأنهم شاركوا في اغتصاب كنوز ملوك بني سمندو، وهم من ملوك الجن المسالمين، لا يعتدون على أحد من البشر إلا من اعتدى عليهم وسرق الكنوز، لأنهم من أقوى الحرس والذين يوكل إليهم هذه المهمة. وإذا لم تصدق فانظر إلى الصور الموجودة في الكتاب، سوف تعلم طريقة الانتقام منكم. فأخذت أقلب في صفحات الكتاب فرأيت ناس مربوطين بسلاسل في أيديهم، قد علقوا في جدران البيت وخرجت عليهم من الجدران نار أحرقتهم من أرجلهم. ثم قلبت صفحة ثانية فرأيت امرأة تقف عند باب بيت، ثم قام في البيت حريق دمر البيت وأهله بالكامل، لم تصبها النار. وفي صورة ثانية وقفت عند بيت ثان فاحترق بالكامل أيضا. في هذه اللحظة كلمني هشام، قال لي: لقد وجدت في بيتي كتاب غريب مصنوع من جلد إنسان مكتوب عليه سرداب الموت. وحكى لي هشام كل التفاصيل والتي حدثت معي بالكامل. فقلت له: حسنا، لابد أن نسأل الشيخ قاسم عما حدث. قبل أن أذهب إلى الشيخ نظرت في الكتاب مرة أخرى فرأيت جملة مكتوبة بخط مختلف عن بقية الكلام، كانت تقول: يا فوزي، إن السيدة أسماء زوجتك كما نعلم وأنت تعلم أنها معترضة على هذا الحفر وجميع تصرفاتكم بالكامل، وكثيرا ما تناقشت معك في هذا الموضوع، ولذلك لن يتعرض أحد منا إليها بأي مكروه. فقلت في نفسي: نعم. فرأيت في الكتاب قد كتب عليه: شهد على نفسه. ثم دخلت زوجتي فقلت لها: خذي هذا الكتاب
أخذته وقالت لي: يا فوزي، الحمد لله أني سأذهب إلى بلدي. قلت لها: ومن قال لك ذلك؟ مكتوب في الكتاب: سيذهب كل غريب لم يشارك الملونين في هذا الحفر ولم يرضى به إلى بلده بأمان وسلام، فنحن لا نريد قرابين من البشر ولا قتل أحد من الناس، لكن من اعتدى علينا وقتل منا جنود وحراس يجب معاقبتهم، وعلى رأسهم الكذاب قاسم ومصطفى وهشام وصاحب البيت الملعون فوزي. بعدما سمعت هذا الكلام من زوجتي قالت: حسنا، أنا سأذهب إلى بلدي برضاك أو بغير رضاك. فضربتها على وجهها فلم ترد بكلمة واحدة. دخلت إلى غرفتها وأخرجت كل شيء يخصها. أما أنا فقد جاءتني ضربة على وجهي قاسية لم أرى من ضربني. سمعت صوت يقول لها: عنك يا سيدتي، فلقد بعثني إليك الملك، قال لي اذهب مع السيدة زوجة الملعون فوزي، احمل لها كل شيء يخصها إلى بلدها، خذ معها أولادها وأسرع بهم إلى بلدهم، لا تخيفهم وانطلق الآن. بعد هذا الكلام رأيت كل شيء يطير من المطبخ ومن غرفة النوم، ثم طار زوجتي ومع الأولاد، طار معهم كل شيء من البيت. جلست أفكر فيما حدث، وفي لحظة هاجم الظلام على البيت. خرج من وسطه رجل طويل ضخم جدا، ثم اقترب مني، حملني، ثم قال لي: يا فوزي، هل تعرفني؟ لم أنطق بكلمة لأني كنت خائفا جدا منه. قال لي: أنا الملك شاه جور، ملك بني سمندو، لقد أتيتكم في النوم وأنا الآن في بيتك. ثم تكلم بكلام غير مفهوم، فخرجت من الجدران أشكال تشبه بني آدم لكن لهم قرون طويلة مدببة، كل واحد معه إنسان يأكل فيه. قال: هل رأيت يا فوزي؟ سيكون مصيركم هكذا. ثم تحول المشهد فرأيت أجسام ضخمة مثل الكلاب تحفر بسرعة حتى خرجت من الحفرة ثعابين كبيرة غطت المكان بالكامل. ثم قال الملك: يا فوزي، هذا قليل من كثير مما عندنا. ثم عاد النور إلى البيت فوجدت في جسدي حرق مكان يد الملك. ثم نظرت في البيت فرأيت حفرة كبيرة، فعرفت أن الذي حدث حقيقي. كلمت زوجتي في الهاتف فقالت بأنها قد وصلت إلى بلدتها بخير والحمد لله في دقيقتين فقط. ثم قالت: طلقني طلقني يا فوزي. فطلقتها في الحال. ثم كلمني هشام وقال: لقد حدث لي شيء غريب، كنت على وشك الموت بسبب ما رأيته. أخبرني أخبرني يا هشام. لقد كنت في بيتي بعد العشاء، كنت جالس أمام الكمبيوتر، وفي لحظة سمعت صوتا من تحت الأرض، نظرت من خلفي فكانت المفاجأة،
رأيت حفرة كبيرة يخرج منها دخان أحمر. سمعت أصوات مرعبة. بعد ذلك انقطع النور عن البيت بالكامل. فجاءت زوجتي ومعها كشاف. لما وجهت نور الكشاف إلى غرفتي صرخت ونادت باسمي. لم أرد عليها بكلمة من شدة الرعب التي أصابتني. لقد خرج من الحفرة رجل طويل ومعه ثعابين سوداء ضخمة يخرج منها أصوات مرعبة. حملني الرجل وعلقني بسلاسل في الجدار. وفجأة خرج من الحفرة ناس متفحمين حملوا زوجتي وأكلوها. كل هذا وأنا أنظر وقد انعقد لساني. لم أستطع أن أنطق بكلمة واحدة. لما أكلوها كلمني الرجل وقال: يا هشام، هذه بداية العقاب. ثم جاءت الثعابين على ظهري نهشوا فيه وأنا أصرخ من شدة الألم لكن صوتي لا يخرج. وبعد ذلك عاد النور إلى البيت. نظرت حولي فلم أجد ثعابين ولا أي شيء، لكن كنت ما زلت معلق بالسلاسل في الجدار. وفي لحظة انفكت مني السلاسل فوقعت على الأرض. عندما قمت نظرت حولي رأيت الحفرة ما زالت في مكانها. نظرت إلى زوجتي وجدتها على الأرض سليمة ليس بها جروح وكأنها نائمة. ناديت عليها باسمها فقامت بوجه مرعب وتكلمت بصوت غريب وكلام غير مفهوم. ثم نظرت إلي فرأيت عيناها قد ابيضت تماما. وفي لحظة وضعت يدها على الباب فاشتعلت النار في الباب والبيت. فخرجت من البيت مسرعا. ثم جاءت المطافئ حاولوا إطفاء النار لكن لم يتمكنوا من السيطرة عليها، لأن زوجتي أو الجنية التي تشكلت بشكلها كانت تتجول في البيت تشعل النار في كل شيء. لما رأى رجال المطافئ هذا المنظر طرقوني، قالوا لي بأن هذا البيت غير طبيعي. أنا هشام كلامه معي وفي الحال ذهبت إليه فرأيت الناس مجتمعين عند بيتي. ناديت عليه فقال لي: يا فوزي، إن الموضوع كبير علينا، لقد فتحنا باب الجحيم على البلد وعلينا. وفي لحظة نظرنا إلى بيت هشام فرأينا النار تشتعل في البيت بالكامل. ثم خرجت من وسط النار الجنية والتي تشكلت بشكل زوجتي. قال هشام: كلما رأينا في الكتاب يتحقق بالكامل. قلت له: نعم، لكن أين الحل؟ ربما يجب علينا الذهاب إلى الشيخ صالح إمام المسجد الكبير، إنه رجل حكيم وعاقل. وفي لحظة سمعنا أصوات مرعبة. كانت الأصوات تخرج من بيت مصطفى. ذهبنا بسرعة إلى بيت مصطفى فرأينا أغرب منظر يمكن أن تراه عينيك. رأينا كلاب وقطط سوداء ضخمة تحيط بالبيت من جميع الاتجاهات. حاولنا الدخول إلى البيت لكن كلما تقدمنا اتجاه البيت تخرج علينا نار شديدة، لدرجة أن واحد منا احترقت قدميه فوقع على الأرض. لم نستطع فعل شيء، وقفنا في حالة رعب شديد، لكن ما سمعناه كان أعجب من العجب.
لقد سمعنا صوت امرأة تقول وبصوت مرعب: حلت عليكم اللعينات والنكبات يا أهل هذا البلد. فلما نظرت إلينا صرخ هشام وقال: كيف خرجت من قبرها؟ نظر الناس إليها فرأينا بطنها مفتوحة وقد خرجت منها أمعاءها. صرخ الناس وقالوا: إن هذه وفاء زوجة المهندس عبد الرحيم، إنه الرجل طيب، من قتل زوجته؟ ثم توجه الناس لهشام بالسؤال: كيف عرفت يا هشام بأنها ماتت؟ نحن لم نسمع بخبر موتها. فسكت هشام ولم يتكلم. قالوا: لابد أنك تعرف من قاتلها. سكت قليلا ثم قال: لقد قتلها مصطفى بحجة أنها قربان يقدمها لحرس الكنوز، فهي وزوجها غريبين عن البلد، وأضف إلى ذلك أن زوجها مسافر، فلن يسمع أحد بخبر موتها. وفي لحظة اهتزت الأرض وكأن زلزالا حدث فيها، ثم خرجت من الأرض أيد كثيرة جدا ضخمة لدرجة أن اليد الواحدة يمكنها أن تحمل في كفها رجلين أو أكثر. وفي أقل من لحظة كسر باب البيت، دخلت القطط والكلاب في البيت، ثم رأينا مصطفى وزوجته ومعهم أولادهم، إنهم كانوا يحاولون الهرب لم يستطيعوا. هجمت عليهم وفاء تلك زوجة المهندس عبد الرحيم والتي قتلها مصطفى، أمسكت برقبته ثم ذبحته. كل هذا يحدث ونحن ننظر ولا نستطيع إنقاذهم. ثم خرجت نار من حفرة كانت في البيت، أمسكت الكلاب بمصطفى رموه في النار. أما زوجته وأولاده فقد حدث لهم شيء غريب جدا، لقد كانوا يرتعشون بشدة ثم ينفجرون مثل القنابل، تتطاير أجزاءهم في كل مكان ثم تأكلها الكلاب. بعد هذا خرجت وفاء علينا، قالت: فلتبدأ اللعنة. فقال أحد الحاضرين: أن اذهبوا إلى الشيخ صالح لعله يجد حل للمشكلة. وبالفعل ذهبنا إلى الشيخ صالح، أخبرناه بما حدث بالكامل. قلنا له: هل سمعت بهذا؟ رد علينا قائلا: أنا لم أسمع، لكن آخر شيء سمعت به أنكم قتلتم وفاء زوجة المهندس عبد الرحيم، فعلمت بأنها النهاية. ولكن كيف عرفت بأنها النهاية؟ قال لنا: إن ملك الجن والذي خربتم في مملكته أعطى كل غريب لم يشارك في هذا الحفر والتخريب مهلة 3 أيام لكي يخرج من هذا البلد، وأيضا أعطاني أنا ومحمد وكل أحد لم يشارك في هذا الحفر من البلد أمان وعهد. ثم دخل إلى غرفة وخرج ومعه لوح من حديد مكتوب فيه: هذا عهد من الملك شاه جور ملك بني سمندو إلى الشيخ صالح ومن معه ممن لم يشارك في هذا الحفر والتخريب، أتعهد لهم بالأمان
فلا يصيبهم أذى ولا مكروه منا ولا من جنودنا. لهم مهلة 3 أيام ليخرجوا فيها من البلد آمنين، ومن لا يريد الخروج فلا يلم إلا نفسه. لكن الشيخ صالح ومحمد لا يخرجون من البلد إلا بعد تدميرها، وأنا أتعهد بإخراجهم سالمين، فلا أذى يصيبهم ولا يخافون، فهم في حمايتي. والهدف من وجودهم أثناء التدمير أن ينقلوا الحكاية للناس حتى لا ندخل في مواجهات مع البشر، وتكون الحكاية عبرة لمن يعتبر. سيباشر مهمة تدمير البلد جنودنا المخلصين من بني سمندو، وعند بدء تدمير البلد لا يسمح لأي أحد بالخروج منها حتى من أعطيناهم الأمان إلا الشيخ صالح ومحمد. فمن أراد أن يخرج فليخرج من الآن. تم العهد الذي كتبه الملك شاه جور ملك بني سمندو. بعدما سمعنا هذا الكلام خرجنا من عند الشيخ صالح ونحن في قمة الرعب والحزن. قلنا لو خرجنا من البلد بالسيارات ربما كان حل للمشكلة. فسمعنا صوت ضحك ونظرنا بكل الاتجاهات لكن لم نجد أحد من حولنا. قلنا لأنفسنا ربما كان صوت هذا الضحك في بيت أحد الناس. قال لي والدي لابد أن يعاقب الشيخ قاسم عقابا شديدا لأنه هو من أدخلنا في تحدي مع الجن، هو سبب كل المشاكل. حينها سمعنا صوت صراخ. قال والدي إن هذا صوت الشيخ قاسم. ذهبنا إلى بيته، رأينا النار ملتفة حول البيت من جميع الاتجاهات. رأينا وفاء زوجة المهندس عبد الرحيم في البيت، ثم أمسكت الشيخ قاسم من رقبته علقته في الجدار، ثم خرجت من إحدى غرف البيت أشكال تشبه الكروت ضخمة بشكل مرعب. عملوا دائرة حول الشيخ. كانت وفاء تقطع من لحم الشيخ قاسم بسكينة في يدها وتقدمه طعام للأشكال المرعبة تلك. حاول أحد أقارب الشيخ قاسم دخول البيت لكنه فجأة انفجر وطارت جثته إلى داخل البيت فأكلتها الأشكال المرعبة. عندما نظر الناس إلى هذا المشهد المرعب فقد الكثير منهم الوعي. كانت أسوأ ليلة في البلد. لم تمضي تلك الليلة حتى سمعنا بخبر موت هشام محروقا في بيته أيضا، فذهبنا إليه لكي نتأكد من هذا الخبر. كانت المفاجأة بأننا رأينا هشام محروقا بالكامل. كان محروقا وهو نائم على سريره. العجيب أن البيت سليم، لا أثر لأي حريق فيه. الأغرب من ذلك أن سرير هشام أيضا سليم، وكأن الحريق أصابه هو فقط. سألنا أحد الجيران هل رأيتم حريق في بيت هشام؟ فقال لنا إن الذي حدث في بيت هشام شيء غريب للغاية. وما الذي حدث؟ أنتم كما تعلمون أن زوجة هشام ماتت أو تحولت إلى جنية. لا أحد معه في البيت. في الساعة الواحدة بالليل سمعنا صوت امرأة عنده، فركزنا في الصوت. كانت تقول له أنا زوجتك يا هشام. فقال لها ابتعدي عني.
فقالت بصوت قبيح مرعب: إلا بد من اللقاء الأخير يا حبيبي. فنظرت أنا من فتحة في الباب فرأيت امرأة طويلة جدا لها أظافر طويلة مدببة مثل الشوك، ثم حملت هشام ووضعته على السرير، غرست أظافرها في جسده، سلخت جلده عن لحمه، ثم تحولت إلى نار، ووضعت يدها على جسد هشام فأمسكت النار فيه فاحترق كما ترون. عندما أنهى الرجل كلامه نظرنا تحت السرير، رأينا جلد هشام في الأرض، والمدهش ما كان مكتوب على الجلد، لقد كان مكتوب عليه: قتلنا ثلاثة وبقى واحد، إنه فوزي، ثم سنقتل جميع أهل البلد بالكامل إلا من أمنهم الملك. فقلت في نفسي أنا فوزي أنه علي أن أكتب القصة ومعها وصيتي. كتبت القصة والوصية وذهبت إلى محمد، أعطيته القصة وما أوصيت به، لأني علمت بأن الأجل قد انتهى، وحتى تكون القصة عبرة لكل من يحاول الدخول في هذا الدجل والنصب. في الختام أرجوك يا محمد، إذا قابلت زوجتي أن تعطيها هذه المذكرات حتى لا يفعل أولادنا ما فعلناه ويقع فريسة للدجالين والنصابين. هذا كله كان كلام فوزي في مذكراتي، لكن ما الذي حدث لفوزي وأهل البلد؟ بعد أن سلمني فوزي هذه المذكرات كنا في نهاية اليوم الثالث من المهلة والتي حددها الملك في العهد الذي أعطاه للشيخ الصالح والذين لم يشاركوا في هذا الحفر. في الساعة الواحدة ليلا حدث شيء غريب جدا. كنت عند الشيخ صالح، خرج علينا من أحد جدران البيت شيء يشبه السفينة، كانت تمشي ببطء حتى وصلت إلينا، فخفت كثيرا. سألني الشيخ صالح: ما هذا يا محمد؟ خرج من هذه السفينة رجل قصير، خرجت معه رائحة بخور جميلة جدا. قال الرجل للشيخ صالح: أنا مبعوث من طرف الملك، لا تخافوا وادخلوا في السفينة. فأحسسنا بالراحة، دخلنا معه فيها. طارت بنا السفينة في الهواء حتى وقفت بنا عند بيت فوزي، فرأينا تابوت كبير مكتوب عليه اسم فوزي، ثم جاءت قطط وكلاب كبيرة جدا وفتحت التابوت، خرجت منه ثعابين ضخمة، ثم جاءت امرأة طويلة كانت تحمل فوزي في يدها، وضعته في هذا التابوت ثم أدخلت معه الثعابين، ثم وضعت هذا التابوت في السرداب وقالت: لقد مات المجرمون الثلاثة، والآن يأتي بني سامندو فيدمرون البلد بالكامل. ثم خرجت من السرداب أشياء مثل العقارب، ملأت المكان بالكامل، انتشرت في كل مكان في البلد. طارت بنا السفينة خارج بيت فوزي، رأينا الناس يرتعشون ويرمون بأنفسهم على الأرض ثم ينفجرون، تتقطع جثثهم وتطير في كل مكان. في لحظة اشتعلت النار في كل بيوت البلد، حاول الناس الخروج من بيوتهم، لكن الغريب
أن جدران البيوت أصبحت كأنها مصنوعة من النار. ثم رأيت الناس يرمون أنفسهم من أسطح بيوتهم ومن الشبابيك وهم مشتعلين. ثم خرج من السرداب ناس سود معهم توابيت مكتوب عليها أسماء كل الناس الذين احترقوا. وضعوهم في التوابيت ثم ذهبوا بهم إلى السرداب. ثم قال صاحب السفينة: أنتم الآن في أمان. وأنزلنا في الأرض فرأينا أرض البلد سوداء وكأنها قطعة فحم. بهذه الطريقة انتهت قصة بلدنا وانتهى مع كل شيء فيها. ذهبت أنا والشيخ صالح إلى زوجة فوزي، سلمناها المذكرات ووصية فوزي ومبلغا من المال كان قد أوصى به إلى أولادي. قبلت الزوجة المذكرات والوصية لكنها ردت إلينا المال. قالت: إن بيتي مملوء بالذهب. فقلنا لها: ومن أين لك هذا الذهب؟ إن هذا من فضل الله. ونعم بالله، ولكن كيف وصل إليك؟ فقالت لنا: إن الملك شاه جور أعطاه إلي، وسوف يعطي الشيخ صالح وأنت يا محمد وجميع الناس الذين أعطاهم الأمان، لكن بشرط أن تنشر القصة، وكلما انتشرت القصة زاد نصيبكم من الذهب. تمت.